على الود والمحبة يتجدد اللقاء بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج سير وأعلام. أعزائنا، ليس لإبداع الكرد الفيليين من حدود، فهم متميزون في كافة الجوانب ومبدعون في شتى المجالات، لذا فقد تسلموا أرفع المناصب خدمة لعراقهم الحبيب. لنا اليوم لقاء مع أحد أعلام الكرد الفيليين، ألا وهو الأستاذ عقيل المندلاوي، مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة العراقية. تعالوا معنا سوية لنتعرف على السيرة الذاتية لضيف حلقتنا لهذا اليوم. الأستاذ عقيل إبراهيم المندلاوي، وهو كاتب ومترجم وصحفي وأديب ومفكر وباحث في التاريخ الإسلامي والسياسة الدولية. شغل منصب مستشار ثقافي وإعلامي في مجلس الحكم الانتقالي بين عامي 2003 و2004، ويشغل الآن منصب مدير عام دائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة منذ عام 2006. يرأس تحرير مجلة ثقافتنا الصادرة عن الدائرة نفسها، وصدرت له سلسلة دراسات في الثقافة القرآنية، وله عدة ترجمات لدراسات سياسية وثقافية وعسكرية، وترجم إلى اللغة العربية قصة لويز للكاتب سومرست موما. أهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين. بعد أن تعرفنا سوية على السيرة الذاتية لضيف حلقتنا لهذا اليوم، يسرني أن أرحب بالأستاذ عقيل المندلاوي، مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة العراقية. أهلا ومرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا بكم. تابعنا سوية نحن والمشاهدون الأكارم جانبا من سيرتك الذاتية، حبذا لو تحدثنا بشيء من التفصيل عن حياتك من حيث المولد والنشأة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا ولدت في مدينة بغداد، مدينة الصدر، 1978. أكملت الدراسة الابتدائية في مدارسها، ومن ثم انتقلنا إلى منطقة حيور. أكملت فيها الدراسة الابتدائية، انتقلت إلى الدراسة المتوسطة وثم الدراسة الإعدادية. طبعا في الصف الخامس الابتدائي كانت هنالك يعني مرحلة فارقة ربما في حياتي، لأنه في وقتها أحببت اللغة الإنجليزية من خلال الأسلوب الشيق لمعلمة اللغة الإنجليزية في حينها، فصار عندي هذا الهوس باللغة الإنجليزية. نعم. واستمر معي حتى السادس الإعدادي، وكنت الثاني على دفعتي في تلك المرحلة. الأول كان أعلى مني بدرجة واحدة، جبت 87.5 في وقتها. نعم. وكان المفروض حسب العرف يعني أنه أروح قانون أو كلية العلوم السياسية، لكني فضلت كلية اللغات قسم اللغة الإنجليزية لأني نعم. استهوتني اللغة الإنجليزية، وأخذت البكالوريوس في كلية اللغات، ومن ثم بكالوريوس في كلية العلوم السياسية، وأنا الآن في مرحلة إعداد رسالة الماجستير في العلوم السياسية أيضا. في أتمنى فعلا أن أكمل أيضا الدكتوراه في هذا التخصص، اللي الآن أعتقد العراق بما يمر في مرحلة تغيير سياسي يحتاج فعلا إلى كثير من التأمل في واقع السياسي، وكيف يمكن له النهوض وتشكيل وتأسيس دولة مؤسساتية قوية مؤثرة في المنطقة. بالتأكيد في وقت النظام السابق لم تكن هنالك مساحة من الحرية كافية لكي نتواصل مع العلوم والمعرفة في كل أنحاء العالم. الأنترنت كان ممنوعا، الاتصالات ممنوعة كما تعلمون، فبالنتيجة كنا نلجأ إلى شراء الكتب بطريقة سرية، وأيضا الاستنساخ السري أيضا كان مشاعا في حينها. لكن أي نوع من أنواع الكتب؟ الكتب طبعا الدينية والكتب اللي حتى الاجتماعية لمؤلفين مثلا ممنوعين، أو كتب ثقافية أيضا وقصص وغيرها. بالتأكيد كان هنالك نظام يعني فلترة قوية جدا في موضوع دخول الكتب، لذلك أنا الآن ضمن مسؤوليتي أنا المسؤول عن إدخال وإخراج الكتب في الوزارة بإعطاء التصاريح، ولذلك أنا حذر جدا في هذا الباب، لا أريد
أن يتكرر نعم. الذي حصل معي لمؤلفين عراقيين هل آخرين. تعرضتم لمضايقة أزلام النظام السابق في أي ذلك طبعا الوقت؟ بكل نعم. تأكيد، احنا كنا نسوي حلقات دراسية أيضا في علوم دينية والأدبية أيضا، وفي آخر الأيام تقريبا نهاية التسعينيات كشفت هذه الحلقات، والحمد لله أبلغنا أحد الإخوان بهذا الموضوع وأوقفنا هذه الحلقات الدراسية، نعم. طبعا مضافا إلى عمل يعني اجتماعي وديني آخر، وواكبنا نهضة السيد الشهيد الصدر الثاني وتأثرنا بها كثيرا، كما واكب مثلا الإسلاميون الأوائل في الستينيات والسبعينيات نهضة الشهيد الصدر الأول رضوان الله عليهما، تأثرنا بها كثيرا، تأثرنا بنفسه الوحدوي بحيث أوصى قدس سره الشريف في آخر أيام حياته بأنه بعد استشهاده أوصانا بالصلاة مع إخواننا السنة، وفعلا نعم. صلينا مع إخواننا السنة في مساجد بغداد، وتعرضنا للمضايقات، وفي إحدى المرات تم اعتقال أحد أصدقائي الذي كان معي ونصلي سوية، والحمد لله يعني نعم. استطعنا أن نخرج في حينها من السجن في نفس الليلة عن طريق هم إحدى الواسطات أيضا المتأثرة نعم. بسلوك ومنهج السيد الشهيد الصدر الثاني. بالنتيجة كانت يعني تجربة حقيقية مهمة، أهلتنا في الحقيقة إلى ما بعد التغيير، وخلقت جيلا شبابيا واعيا بالمرحلة التي يعيشها، وهذا الجيل أنا أزعم أنه الآن هو الذي يقود الوزارات والمؤسسات العراقية، وهو الجيل النشط والمحفز لها في الحقيقة، لأنه نعم. إحنا أغلب هذه الوزارات وكوادرها القديمة تأثرت كثيرا بمنهجية النظام السابق، تأثرت أيضا بالقوانين الجائرة العشوائية التي كان يصدرها أيضا، لم نجد لديهم ذلك الحافز، طبعا لدى البعض منهم ليس الجميع، هنالك نعم. كفاءات كبيرة جدا. الآن الجيل الشبابي الذي واكب تلك المرحلة وكان مقيما في العراق مو خارج العراق استطاع فعلا الآن يعني أن يقود ويوجه كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية وحتى نعم. المؤسسات المدنية. الأحداث المهمة التي حصلت بعد سقوط النظام في 9/4/2003 وما تلاها أيضا، كان لهؤلاء الشباب أيضا دور مهم نعم. في كافة مراحل الحياة السياسية والاجتماعية التي مر بها العراق وحتى هذه اللحظة. نعم. فأنا اللي أتمناه فعلا أن الشباب الرسالي الذي جاءنا بعد 9/4/2003 وهم يعني بلغوا الخمسينات والستينات، والآن اللي هم بالتأكيد في مراحل متقدمة في الحكم وفي السلطة، نتمنى فعلا هذا التبادل المعرفي نعم. وتبادل الخبرات أن يستطيعان كلاهما، يعني اللي كانوا في داخل العراق واللي كانوا في خارج العراق، من أن ينهضوا بالمؤسسات العراقية بما ينبغي وأن يتبادلون الخبرات، لأن الذي في الداخل بالتأكيد هو مفتقر لخبرات مهمة جدا نعم. استفاد منها المعارضون العراقيون في الخارج، وأيضا المعارضون العراقيون في الخارج أيضا هم محتاجون حينما جاءوا إلى العراق إلى أناس يدلوهم بالفعل على واقع الحياة العراقية بكل مفاصلها الإدارية والتنظيمية والاجتماعية، فهذا الامتزاج في الخبرة بين الطرفين أمر مهم جدا، لذلك نعم. هي دعوة لكل مسؤول ولكل متصدي للعمل السياسي أو الحزبي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التنظيمي أن يعمل على دمج الخبرتين معا. نعم، أستاذ عقيل، النفس الديني والروحية الدينية تظهر جلية خصوصا في كتاباتك، لك كتابات مطبوعة وهي بالأحرى سلسلة دراسات في الثقافة القرآنية، نعم حبذا لو تحدثنا عن ذلك. نعم أنا كنت متأثر بنظرية التفسير الموضوعي للشهيد الصدر الأول نعم. رضوان الله عليه، وأيضا انتقاده لما كان يسمى بالتفسير التجزئي. هذه النظرية قائمة على أنه أن تفهم موضوعات القرآن، الموضوعات التي سلط القرآن الأضواء عليها ينبغي أن تفهم من الغلاف إلى الغلاف، يعني لا ينبغي أن نأخذ أن نفهم القرآن فهما تجزئيا، مثلا في هذه الآية في هذه السورة مثلا نفهمها بشكل منفصل عن آية وسورة أخرى مثلا في نهاية الكتاب الشريف.
موضوعات مهمة مثلا الصبر، مثلا الإيمان وغيرها، تطرق لها كثير من المثقفين العراقيين المتأثرين بهذه النظرية. بعد 2003 برزت مصطلحات سياسية ومفاهيم اجتماعية جديدة في العراق، فأحببت فعلا أن أرى انعكاسات هذه المفاهيم في القرآن الكريم، بمعنى أن القرآن فيه من المفاهيم الكثيرة التي يمكن لنا أن نسخرها في فهم هذه المفاهيم الحديثة. فتطرقت في بعض هذه الدراسات إلى موضوع التداول السلمي للسلطة في القرآن، كموضوع ابتلائية مر بها العراق منذ تأسيس الدولة العراقية، وحتى عام 2003 ماكو تداول فعلي للسلطة، انقلابات عسكرية على الأغلب، دكتاتوريات للأسف الشديد. بعد 2003 هذا المفهوم كان ينبغي أن يترسخ، وفعلا صار مفهوم دستوري. بالنتيجة سلطت الأضواء أيضا على الفهم القرآني لموضوع التداول السلمي للسلطة في القرآن. موضوع آخر، ثقافة المصالحة، هذا التصارع للأسف المذهبي أو حتى القومي أو العرقي الذي حصل في العراق بعد 2003 طفى إلى السطح أيضا كمشكلة مهمة جدا. أيضا حلل يعني استقرأت استخدام القرآن الكريم للفظة أو لمادة الصلح، مادة صلح في القرآن بحدود 183 مرة استخدم القرآن هذا الجذر اللغوي، وهو دليل على تأكيد القرآن على مبدأ الصلح والمصالحة في كل المستويات، يعني في المستوى الأسري، في المستوى السياسي الاجتماعي، كان هذا المصطلح مهيمنا على سور وآيات كثيرة في القرآن الكريم. هذه ودراسات أخرى في الحقيقة أتمنى أن أكمل هذه السلسلة بين فترة وفترة، تراودني أفكار بأن أكمل أيضا حلقات أخرى من هذه السلسلة، هي سلسلة مهمة أيضا فيها فهم حداثوي للقرآن. نعم. ماذا عن كتاب ثنائية الإمامة والمرجعية؟ نعم. الإمام جعفر الصادق والشهيد الصدر الثاني انموذجا. نعم. بالحقيقة هو دراسة تاريخية تحليلية. نعم. مقارنة على ما نعم. أعتقد. نعم. نعم. حدثنا عن هذا الكتاب. هذه فكرته في الحقيقة بعد استشهاد السيد الشهيد الصدر الثاني رضوان الله عليه بال99، بدأنا نقيم محاضرات ومجالس تثقيفية حول فكر السيد الشهيد. يمكن في حياته الشريفة القصيرة لم يتسنى لنا أن نفهم كثيرا من مفاهيمه التي كان قد طرحها في كتبه أو التي طرحها في خطب الجمعة. بعد استشهاده كان عندنا متسع من الوقت أكثر وصفاء ذهني أكثر لاستيعاب هذه المفاهيم التي كانت عميقة في أغلبها. لذلك ألقيت محاضرة عام 2000 على ما أتخطر من 12 صفحة تقريبا، فيما بعد صار عندي همة أن أكملها في كتاب. فبعد السقوط بال2003 2004 تقريبا 2005 كملت هذا الكتاب حتى تكون به فائدة فعلا. استخدمت فيه المنهج المقارن، يعني قارنت بين الإمام جعفر الصادق عليه السلام والشهيد الصدر الثاني، وهي مقارنة صغرى ترجع إلى العنوان الكبروي فيها، وهو الإمامة والمرجعية، باعتبار المرجعية هي امتداد طبيعي وامتداد رسالي لمهمة الإمامة الرسالية. فأخذنا نموذجين متشابهين في ظروفهم الزمانية والمكانية، الإمام جعفر الصادق عليه السلام من حيث معاصرته لإمبراطوريتين، نهاية الإمبراطورية الأموية وبداية الإمبراطورية العباسية، حيث ضعف هاتين السلطتين في ذلك الوقت. أيضا الشهيد الصدر الثاني استثمر الضعف في سلطة صدام حسين بعد انتفاضة الشعبانية ولجوء صدام إلى الحملة الإيمانية والاستقواء بالدين، فاستثمر الشهيد الصدر الثاني في التفاتة فقهية رائعة، استثمر بكونه مجتهد هذا الوضع، واستطاع أن يقوم بنهضة إصلاحية كبيرة كانت امتداد لنهضة الأستاذ الشهيد الصدر الأول، وكانت مرحلة تكاملية لهذه الأطروحة اللي طرحها أستاذ الشهيد الصدر الأول. فصارت مقارنة جميلة، ربما ليس يعني لا يتسع هذا اللقاء لذكرها، لكن أنا في الحقيقة مصر في بعض كتاباتي أن أستخدم الأسلوب المقارن، لأنه أسلوب أكثر إفادة، بمعنى أننا نستطيع أن نستلهم من الدروس التاريخية والرموز التاريخية
أفكار ونظريات ممكن أن تعيننا في الوقت الحاضر، أما أن نعم نستقرأ التاريخ كتاريخ فقط بدون أن ندرس الأسباب والنتائج والمبررات لتلك الأحداث التاريخية ومدى انعكاساتها وتأثيراتها في وقتنا الحاضر، سوف تكون الدراسة وصفية نعم جامدة لا تفيد كثيرا. نعم طيب أستاذ عقيل، ترجمت إلى اللغة العربية قصة لويز للكاتب نعم الإنجليزي سوميرسيت موم، نعم لماذا هذه القصة بالذات؟ لماذا هذه لم تترجم اي قصصا هذه أخرى؟ اي هذه في مرحلة الدراسة كانت في الحقيقة، لأنه بعد 2003 انشغلنا بالعمل التنظيمي ومن ثم العمل الإداري. ففي الحد قبل 2003 ترجمت بعض الدراسات العسكرية السياسية وهذه القصة. هذه القصة مهمة من حيث أنها تبرز المكنونات الإنسانية نعم الداخلية السلبية من حيث الحسد والحقد والغيرة. هذه الامرأة كانت حاسدة وحاقدة جدا، وهذا حقدها أدى بالنتيجة إلى تعاستها في نهاية حياتها. أنا برأيي هذه المكنونات السلبية عند الإنسان هي نفسها نعم المكنونات السلبية الموجودة عند الدول، يعني هذا الصراع اللي موجود بين الدول والمجتمعات هو بالنتيجة صراع بين أفراد. نعم فاستطاع فعلا موم من خلال هذه القصة القصيرة أن يبرز هذه النزعة الإنسانية ومدى تأثيراتها نعم السلبية على الواقع الاجتماعي. وأنا استنتجت أيضا من خلال الترجمة أيضا مدى تأثيراتها على الواقع السياسي أيضا العام، من حيث سلوك الدول والمجتمعات العدواني فيما بينها في حالات الصراع والحروب. نعم أستاذ عقيل، أنت أيضا أسست لمجلة ثقافتنا وأنت رئيس نعم تحريرها في نفس الوقت، وهي نعم مجلة ما شاء الله مجلة رصينة نعم ومرموقة، وأنت أيضا رئيس مجلس إدارة صحيفة رواسي. رواسي حدثنا نعم عن مجلة ثقافتنا وجريدة نعم رواسي. أبدأ برواسي. إحنا نعم لما أسسنا بيوت للثقافة في كل أنحاء العراق، خولنا مدراء هذه المديري هذه البيوت أن يصدروا نشرات، وشيئا فشيئا تحول إلى جرائد، بحيث تكون عندنا في كل محافظة وفي كل قضاء جريدة أيضا تتابع الشأن الثقافي لتلك المحافظة أو الناحية. نعم فأنشأنا فعلا هذه الجرائد، وكل هذه الجرائد تصب في جريدة رواسي في الحقيقة، اللي هي المركزية تصدرها الدائرة، واختارينا لها هذا الاسم حتى تلخص نشاطات هذه البيوت ونشاطات دائرة العلاقات الثقافية. أما مجلة ثقافتنا فهي الأهم والأعز والأقرب إلى نفسي، لأنني حينما تسلمت مهام إدارة هذه الدائرة دائرة العلاقات الثقافية في الوزارة، وجدت كل المطبوعات التي تطبع هي مطبوعات سابقة كانت تطبع في عهد النظام السابق، والبعض منها كان رصين، يعني فيما سبق كان مجلة آفاق عربية ومجلة المورد ومجلة أقلام، كانت مجلات جيدة لحد الآن تصدر من دار الشؤون الثقافية. فيجب أن نضع بصمة لنا نحن المسؤولين في العهد الجديد. فاهتديت إلى مجلة ثقافتنا، والنا هنا طبعا واضحة بأنها ثقافة العهد الجديد، وفعلا أردنا لها أن تكون كذلك، واستكتبنا فيها كتاب مهمين جدا. وحتى المنهجية التي اتبعتها في رسم سياسة هذه المجلة هي منهجية استكتابية صرفة، بمعنى أننا يعني الأبواب الثابتة في هذه المجلة نختار لها عنوان واحد فقط في كل لكل باب في كل عدد، وهذا العنوان نستكتب فيه بحدود 4 كتاب. وأغلب العنوانات اللي نختارها هي عنوانات حديثة جدا، يعني كتبنا في المستقبليات وكتبنا في نظريات الحجاج الإعلامي وغيرها، ونعاني في بعض العنوانات الحديثة من قلة الكتاب في هذه المادة بالذات. في أبواب مهمة مثل اللسانيات وغيرها صارت المجلة أيضا مرجع لغوي وأدبي لطلبة الدراسات العليا أيضا، وفيها أيضا يعني يعاونني فيها يعني كوادر مهمة جدا. سابقا كان دكتور مشتاق عباس وهو أديب كبير، الآن دكتور إحسان التميمي أيضا، وزملاء آخرين في الدائرة في الشعبة الإعلامية. نأمل فعلا أنه هذه المجلة تستطيع أن تسد
ربما بعض احتياجات المكتبة العراقية في بعض العنوانات التي تواصل إصدارها عددا بعد عدد. أستاذ عقيل، أصبحت فخرا لكل العراقيين وللعراق عندما تم انتخابك رئيسا للمجلس التنفيذي للمعهد الثقافي الأفريقي العربي التابع للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في دورته العاشرة سنة 2011. حدثنا عن ذلك وما شعورك في تلك اللحظة. والله هو شعور بالتأكيد شعور بالاعتزاز بوطننا، وهو يعود لاستحقاقاته الدولية. العمل في المنظمات الدولية العراق حرم منه لسنين عديدة بسبب سياسات الطائشة لنظام صدام حسين. يعني بعد التسعين بالذات العراق فقد الكثير من الأماكن اللي كان يشغلها في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة وبعد احتلال الكويت. فهذا الانتخاب وفي الرياض وهي عاصمة كما تعلمون ليست على وفاق مع العراق الجديد حتى الآن للأسف، يعني أقولها. فبالنتيجة إجماع أيضا الأخوة الأفارقة والعرب في تلك المرحلة، وأنا لمدة 3 دورات نجتمع معهم صارت علاقة أخوية جميلة جدا، وانعكست بعدين بالدورة 11 استضافين الإخوان في العراق في مدينة أربيل. هذه المنظمة تعمل على تعزيز العلاقات الثقافية العربية الإفريقية. وكانت الفكرة في فترة رئاستي أن تحول إلى مركز للدراسات الاستراتيجية، لأنه كان ممكن أن تعطي أفكار لصناع القرار في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لتوثيق هذه العلاقة. أستاذ عقيل، بماذا شعرت وأنت تحمل اسم العراق في هذا المحفل الدولي؟ والله في هذا المحفل وفي سواه، يعني يعني العراق الذي المفروض أنه ناضلنا من أجله نحن ومئات من العراقيين الشرفاء، للمرة الأولى يمثله أبناؤه. يعني هذه نقطة مهمة جدا، يعني فيما سبق لم نكن نشعر بأن من يمثل العراق في هذه المحافل هو ينتمي للعراق حقيقة، كان ينتمي إلى شخص واحد اسمه صدام سخر كل إمكانيات العراق من أجله. الآن صرنا لا نشعر فعلا أنه إحنا نمثل العراق وإحنا أيضا أبناء هذا الوطن، وهذا شعور مهم جدا. أيضا الآخر بدأ ينظر إلنا بنظرة مختلفة، مرة نظرة إكبار، لأنه أغلب الدول العربية المحيطة بنا على سبيل المثال في حينها قبل الربيع العربي كانت دول دكتاتورية، وقسم من عندهم ينظر إلينا بتوجس لأنه هذا العراق الجديد ممكن أن يؤثر وتمتد تأثيراته على الدول الأخرى، وهذا ما صار بعد الربيع العربي. الآن علاقاتنا الثقافية الدولية أصبحت العمل فيها أيسر مما سبق، لأن الدول العربية الآن أغلبها مرت بتجربة الثورات، وصار وضع العراق مع وضعها متشابه جدا. يعني مثلا إحنا الآن ويا تونس انفتاح كبير، وقعنا أيضا معاهم مذكرة تفاهم، الحالة متشابهة، وحتى رفضهم لافتتاح مركز ثقافي عراقي في تونس الآن زالت أسبابه بعد الثورة على نظام زين العابدين بن علي. فبالتأكيد هذا الشعور يعني شعور وطني نبيل ولحظات تاريخية جميلة. يعني ممكن أقول على سبيل الطرفة أنه زميل الكويتي في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الاجتماعات هو قاعد بجنبي، فأنا الكرسي يعني أيضا بجنبه، فماكو طريق، فقلت له دوخر لا تضوجنا، يعني ستجوارينا وتضوجون بينا دوم وأقعد يمه يعني. فيستقبل من عندي هذه الطرفة بصدر رحب، لأنه يعلم بأننا الآن حينما نمثل العراق لا نمثل العراق صدام الذي احتل الكويت عام 90. فأعتقد الآن الأجواء مهيئة للدبلوماسية العراقية على كافة الصعود بما فيها الصعيد الثقافي، بعد أن تم رفع العراق إخراج العراق من البند السابع. الآن الفرصة مهيئة على كافة الصعد إن شاء الله أن ننهض بالعراق إن شاء الله. طيب أستاذ عقيل، ما رأيك لو نذهب إلى جانب آخر من جانب حياتك، نذهب لنناقشه ولكن بعد الفاصل. إذا أعزائي المشاهدين انتظرونا بعد هذا الفاصل.
عدنا معكم مجددا أعزائنا المشاهدين بعد الفاصل، ومع الأستاذ عقيل المندلاوي مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة. أهلا ومرحبا بك أهلا مجددا وسهلا. أستاذ عقيل. أستاذنا، ألا تتفق معي أن النظام السابق قد حاول بشتى الطرق طمس معالم الثقافة الكردية الفعلية، ونحن الآن بحاجة إلى وقفة جادة وحقيقية من قبل وزارة الثقافة العراقية لإعادة الثقافة الكردية الفعلية إلى مكانتها المعهودة؟ ما دور وزارة الثقافة العراقية في ذلك الآن؟ طبعا بكل تأكيد، يعني النظام المباد حينما ارتكب جرائم الإبادة ضد هذا المكون العراقي الأصيل، فبالنتيجة هو أقصاه جسديا، وبالنتيجة حينما أنت تقتل الإنسان تقتل معه فكرة وتطلعاته في الحياة، وحاول بعدها أن يمحي الآثار الفكرية لهذا المكون الأصيل، لكنه لم يستطع في الحقيقة نتيجة اندماج هذا المكون مع كل نواحي الحياة العراقية، نعم، في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في الثقافة، في الرياضة، في كثير من مفاصل الحياة كان أكو امتدادات كردية فيلية أثرت وما زالت تؤثر في الحقيقة في تكوين النسيج الاجتماعي العراقي. من هذا الباب دور الوزارة دور مفصلي ومهم، وإن كان لا يكفي لوحده في الحقيقة، نحتاج إلى تآزر وتعاضد من جميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الموضوع والمعنية بموضوعات حقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات التي تنصف الكرد الفيلين وتساعدهم على استرداد حقوقهم. لكن فيما يخص عمل الوزارة، الوزارة خطت خطوات إيجابية مهمة في هذا الاتجاه، على رأسها هو إنشاء قصر ثقافي للكرد الفيليين بعد محاولات كثيرة بالتعاون مع الأمان العامة لمجلس الوزراء، استطعنا الحصول على قطعة أرض في شارع فلسطين قرب ساحة بيروت، وتعاقدت الوزارة رسميا مع وزارة الإسكان والإعمار لإجراء التصاميم، والتعاقد كان يعني صاير لفترة بحدود الخمسة ستة أشهر تقريبا، وإن شاء الله حال ما تنتهي التصاميم سوف تشرع الوزارة بتنفيذ هذا القصر اللي هو مركز ثقافي للكرد الفيلين رسمي تابع لوزارة الثقافة، وهو اعتراف من الحكومة العراقية بأن هذا المكون الأصيل يستحق منها الرعاية والدعم، وأنشأت له مركزا ثقافيا رسميا، لأن كما تعلم لا يمكن للوزارة أو للحكومة أن تمنح أرضا لمؤسسة مجتمع مدني أو لحزب، ولذلك الصفة الرسمية الطاغية على هذا المركز هو اعتراف رسمي حكومي بثقافة هذا المكون الأصيل. هذا من جهة. من جهة ثانية، في بعض ساحات بغداد وحتى في المحافظات أيضا ينبغي أن يكون للرمز الكردي الفيلي وجود في المنحوتات والتماثيل التي سوف تقام هنا أو هناك في بغداد أو المحافظات. في بغداد عندنا مكانين وقع عليهم الاختيار حتى الآن، الأول في ساحة حافظ القاضي سوف ينشأ نصب للكرد الفيليين هناك باعتبار الأكثرية منهم كانوا يسكنون هذه المنطقة وما زالوا، والمكان الثاني هو في إحدى ساحات المستنصرية، سوف يخصص لمأساة المهجرين، وأعتقد الكرد الفيليين يعني يأتون في الصدارة في هذا المجال، في مجال التهجير في العراق. هذه كمشاريع استثمارية. طبعا من الناحية الفكرية والثقافية، افتتحت الوزارة من خلال دائرة العلاقات الثقافية العامة بيت للثقافة الكردية الفيلية في شارع فلسطين. بيت هو إيجار 600 متر، أيضا في مكان فيه أكثرية للكرد الفيليين. سوف يعمل على تمهيد لاستلام المركز الثقافي الفيلي في شارع فلسطين، فخلال هذه السنتين الثلاث إن شاء الله إلى أن يؤهل سوف تكون قد قامت بمشاريع ثقافية وفكرية تدعم ثقافة هذا المكون الأصيل، وبالنتيجة تستلم في النهاية هذا القصر وهذا المركز الكبير، حتى لا نتفاجأ فعلا باستلام مرفق كبير بدون وجود كوادر مهدت لذلك. يبقى عندنا شيء مهم في هذا المجال، اللغة الكردية الفيلية هذا التي ما كنت هو بالضبط أود أتحدث هذه عنه. هذه تحتاج دعم، لأن هي تختلف شيئا ما عن اللهجات الكردية الأخرى كالبادينانية والسورانية وحتى الكرمانجية، وهي خليط من اللغة العربية والكردية والفارسية في الحقيقة وحتى التركية، وبالنتيجة هي والآن هي
تتداول من جيل إلى جيل من قبل الكرد الفيليين. للأسف ربما قسم كبير بسبب التهجير اللي حصل ما ومحاولات يعرف النظام يحكي أيضا إيه طمس اللغة الكردية بالضبط، الفيلية. نعم ما يعرف هسه الآن كثيرين، يعني ما إذا أقول كثيرين ربما أتجنى، بس يعني قسم معتدبي منهم لا يتكلم هذه اللهجة الكردية للأسف. فبالنتيجة يمكن أيضا إقامة فعاليات من قبل هذا البيت، راح أول مهمة نكلف بها هذا البيت الثقافي في شارع فلسطين الكردي الفيلين هو أن يساعد على إعادة إحياء هذه اللغة نعم وهي حية إن شاء الله، وأيضا بالتعاون بالتأكيد مع قناتكم الموقرة، يعني قناة إشراق سوف تكون فتحا في الحقيقة للهجة الكردية الفيلية، لأنها سوف تكون القناة الأولى كفضائية التي سوف تتكلم، ربما نشرات أخبار أو بعض الساعات راح تخصص بحسب نعم علمي باللهجة الكردية الفيلية، في حين أننا نرى مثلا أعتقد بس تلفزيون نوروز يمكن عنده ساعة أو ساعتين في كل أسبوع أو في كل فترة يتكلم بالكردية طيب أستاذ الفيلية. عقيل، لماذا لا نذهب إلى أبعد من ذلك؟ هل هنالك دعوة من وزارة الثقافة العراقية لوزارة التربية العراقية مثلا أو لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتضمين اللهجة الكردية الفيلية بالمناهج الدراسية هو هذا ما العراقية؟ حصل في الحقيقة، يعني نعم جهود دكتور عبد العباس وهو أيضا من مكون الكردي الفيلي كبيرة كانت، واستطاع أن يدرج قصتين للكرد الفيليين نعم في المناهج، الآن يعني هن أدرجتا الحمد لله، وأيضا نحتاج إلى معونة دار الثقافة والنشر الكردية اللي هي إحدى دوائر الوزارة، سوف نستعين بها كثيرا في هذا المجال أيضا كي تعزز حضور اللهجة الكردية الفيلية في نعم الحياة العراقية. بالنتيجة أبناء الكرد الفيليين هم الذين ينبغي أن يروجوا لهذه اللغة وأن يتحمسوا لترويجها حتى لا تنقطع، وإن شاء الله هي لن تنقطع ما دام الأم تعلم هذه اللغة لابنها وبتها، أعتقد ما راح تنقطع أبدا إن شاء إن شاء الله. الله. أستاذ عقل، تكلمت عن بيوت الثقافة وقصور الثقافة التابعة للوزارة، وتحدثت بصورة خاصة عن بيوت الثقافة الكردية الفعلية التابعة بصورة رسمية لوزارة الثقافة العراقية. ماذا عن البيوت الثقافية والمؤسسات الثقافية التابعة للمؤتمر الوطني العام للكرد الفعليين؟ هل هنالك دعم من وزارة الثقافة العراقية لهذه البيوت أو المؤسسات الثقافية التابعة للمؤتمر نعم، الوطني العام؟ احنا الوزارة بشكل عام من خلال دائرة العلاقات الثقافية ودوائرها الأخرى تقدم الدعم المادي والمعنوي لمنظمات المجتمع المدني نعم المعنية بالشأن الثقافي، وبين قوسين أقول منظمات مجتمع مدني وليس أحزاب. المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين خطى خطوات مهمة بإنشاء مركز ثقافي للكرد الفيليين في محافظة واسط، وأنشأ مركز مهم للبحوث والدراسات في شارع فلسطين. هذان المركزان يحظيان بالرعاية والدعم من قبل وزارة الثقافة باعتبارهما مركزين ثقافيين، وننتظر أيضا منهما تقديم طلبات الدعم وحتى نستطيع فعلا بشكل رسمي دعمهم ماديا ومعنويا. أعتقد في المركز الدراسات والبحوث مركز مهم، ونحن في الوزارة نطبع يعني سنويا عشرات الكتب في هذا المجال، فننتظر فعلا أن يزودنا هذا المركز بدراسات وبحوث فعلية تعتمد في الوزارة وفي دار الكتب والوثائق ودار الشؤون الثقافية حتى توثق أيضا رسميا، وننتظر أيضا افتتاح كما يعني معلوماتي أنه المؤتمر الوطني الآن حصل على قطعة أرض أيضا في بلدروز، ويحاول الحصول على قطع أخرى في محافظات أخرى لإنشاء أيضا مراكز ثقافية فيها، وهي خطوة مهمة جدا، لأن يعني كما قلت لك بدون وجود منظمات المجتمع المدني هذه لا تكفي يعني وزارة واحدة أو حتى لو وزارتين أو ثلاث في ذلك، يعني أبناء المكون هم الذين ينبغي أن يحثوا الخطى فعلا في إنشاء هذه المراكز بشكل مدني، وإحنا إن شاء الله مستعدين للدعم والرعاية إن شاء الله. طيب لننظر إلى الصورة بمنظار أكبر وأشمل. بيوت الثقافة المنتشرة في كافة محافظات العراق، ما دور الوزارة في إنشائها ودعمها؟ نعم. وهل حققت شيئا فعليا على أرض الواقع؟ نعم بالتأكيد، يعني هذه بيوت الثقافة أسست منذ عام 2005، ابتدأنا بالنجف الأشرف والموصل،
والآن وصلنا إلى 34 بيت، ونهاية عام 2013 إن شاء الله سوف تصل إلى حدود 40 بيت ثقافي. ومن المؤمل أن نغطي كامل التراب العراقي، يعني نريد أن نذهب بالثقافة إلى المواطن، إلى الناس. حلمنا أن نفتح أيضا مراكز ثقافية حتى في القرى، لكن الآن المخطط أن نغطي الأقضية، يعني نعم. باقينا لحد هذه اللحظة بحدود 53 قضاء في كل أنحاء العراق، راح نكون إحنا منتشرين في كل أقضية العراق. في مراكز المحافظات افتتحنا، حتى في إقليم كردستان أيضا افتتحنا، عشرات بل مئات أستطيع القول من المهرجانات والندوات والاحتفاليات ومعارض الكتب والتشكيل والتراث تقام بشكل دوري ومستمر في كل محافظات العراق. يعني الآن إذا أعطيك إحصائية، إحنا عندنا شهريا تقرير نعده بهذا الصدد، سوف تتفاجأ بهذا العدد الكبير من الفعاليات، مضافا إلى أنها يعني هذه البيوت هي أداة تواصل بين الوزارة وبين المثقفين في المحافظات. سابقا في عهد النظام المباد ما كانت هنالك بيوت للثقافة، أكو كان يسموه دور ثقافة جماهيرية مرتبطة بمكتب المحافظ، وهذه يعني سياستها الترويج والتطبيل والتزمير لأفكار البعث المباد. بالنتيجة لما اجينا بال 2005 بعد 2003 ما وجدنا أي امتداد لوزارة الثقافة في المحافظات. الحمد لله حققنا هذا الامتداد رغم قلة التمويل، لكن شيئا فشيئا حصلنا على الصفة القانونية، أدرجت هذه البيوت ضمن القانون والنظام الداخلي لدائرة العلاقات، وأقنعنا أخيرا وزارة المالية بجدوى هذه البيوت، والآن هي تمولها مشكورة، بل وصلنا إلى مرحلة بناء قصور، تحويلها إلى قصور كما هو المخطط، أن نحصل على قصر للثقافة والفنون في مركز كل محافظة، وأن نحصل على بيوت للثقافة في أقضيتها بالدرجة الثانية وبالدرجة الثالثة في النواحي. في مجال بناء القصور الآن قصر صلاح الدين أنجز بالكامل، صار لسنتين ثلاثة، وكثير من الإعلاميين الآن يزوروه ويغطون بفعاليات بمبادرة كريمة من مجلس محافظة صلاح الدين، وأيضا كوادرنا الهندسية تعاونت معهم. نعم. وعدنا الآن في الرمادي بحدود 6 أيضا بيوت وقصور للثقافة تنشئ في الأقضية، وعدنا ضمن خطة هذا العام دراسات وتصاميم تعاقدت الوزارة مع جامعة بغداد المكتب الاستشاري فيها لإنشاء تصاميم في كل من كركوك، واسط، المحمودية، وبعض الأقضية الأخرى، وفي السنة القادمة كذلك. بمعنى أن حلم وجود قصور للثقافة فيها مسارح ومعارض للسينما والتشكيل والتراث في كل محافظة بدأ يتحقق الآن وصار واقع حال، واشترينا يعني الوزارة اشترت سندات تخصيص من المحافظات لحد هذه اللحظة بحدود 10 سندات، يعني عندنا 10 قصور ثقافية الآن تقريبا جاهزة للإحالة كمشاريع. هذا الحلم الآن صار حقيقة، وهذا الشيء المهم. النقطة يمكن المهمة اللي أحب أن يلتفت إليها المشاهد الكريم، أنه في الدول المتقدمة قد تجد مسرحا أو صالة للسينما في ربما في كل زقاق، إذا ما أكون مبالغ، يعني في كل محلة فلنقل. إحنا بالعراق على مستوى المحافظة ما عندنا مسرح. نعم. وشوف الفارق الكبير، دولة مثل الدنمارك مثلا ما يتجاوزون سكانها 5 مليون، ومساحتها ما تتجاوز ربع مساحة العراق، فيها بحدود 800 مكتبة مثلا. احسب كم مكتبة عندنا بالعراق إحنا مثلا، يعني أكو جاب، أكو فارق كبير في وجود بنى تحتية ثقافية تؤهل المثقف العراقي من أن يمارس عملية المثاقفة و المعرفة. نعم. هذه لازم مو بس الوزارة تغطيها، لازم المحافظات دائما تعاون مع مجالس المحافظات. احنا دائما نحثهم في الحقيقة، هم ضمن الأولويات، يقول لك الثقافة الآن مو ضمن الأولوياتنا، يعني الخدمات، المجاري، المياه، الكذا، صحيح من هذا الكلام، لكن احنا عندنا مشكلة عنف، مشكلة إرهاب، انت لازم تمشي بالتوازي حتى تحل هذه المشاكل جميعا. لذلك هي دعوة ايضا من خلال قناتكم الموقرة للسادة المحافظين بأنه بناء قصر للثقافة لا يقل أهمية في الحقيقة عن بناء مستشفى أو مدرسة أو إلى آخره. طيب، هذا فيما يختص بنشاطات بيوت الثقافة، ماذا عن نشاطات الوزارة الأخرى للنهوض بواقع الثقافة في العراق؟ يعني نشاطات متعددة، احنا عندنا دوائر كثيرة، كل دائرة عندها خطتها الخاصة بها، دائرة الفنون الموسيقية، دائرة الفنون التشكيلية، دائرة للكتب
والوثائق، دائرة للأزياء العراقية، دائرة للسينما والمسرح، دائرة للترجمة والنشر، دائرة يعني دوائر متعددة، كل دائرة عندها اختصاص معين وخطة معينة تسعى لتنفيذها. لكن يبقى إحنا من خلال قصور الثقافة راح تفتح شعب لكل هذه الدوائر في المحافظات، وهذا شيء مهم لمواصلة تدريب وتطوير قدرات المثقفين العراقيين والكفاءات العراقية اللي موجودة في المحافظات. هذه من الأدوار المستقبلية لهذه القصور. وأيضا ضمن خطط الوزارة في الاحتفاء ببغداد عاصمة للثقافة العربية، استطعنا فعلا أن ننشئ مرافق ثقافية ومؤسسات ثقافية سوف تساعد هذه الدوائر. يعني مثلا عندنا دار أو مدينة الطفل الثقافية في متنزه الزوراء، الآن العمل قائم بها، شركة تركية تشرف على تنفيذ هذا العمل، راح يكون إضافة نوعية جميلة في متنزه الزوراء. ممكن للطفل أيضا أن ينحى منحا ثقافيا في عملية التنزه والتسلية. ممكن أيضا لدار الشؤون الثقافية اللي هي دار الكتاب العراقي أن تستفيد من مشروع دار الحرية للطباعة والنشر الآن الموجود في الصرافية، الآن هو تحت التأهيل وأحيل إلى شركة أجنبية أيضا. هذه أيضا راح تكون من أهم المطابع في المنطقة ربما، لأن يعني راح تجهز بأجهزة طباعية حديثة جدا، فأيضا الكتاب العراقي أعتقد سوف ينتعش بعد اكتمال هذا المشروع. بالنتيجة دوائر الوزارة ضمن بغداد عاصمة للثقافة حصلت على تخصيصات لبناء مشاريع ثقافية مهمة جدا راح تسهم بتفعيل الواقع الثقافي، وأيضا حصلت على موازنة جيدة في مجال البرامج الثقافية من حيث طباعة الكتب وإقامة المهرجانات وشراء الآلات والأجهزة الخاصة بكل دائرة. نعم، رغم هذه المشاريع المتحققة والمستقبلية، هذه المشاريع الجميلة والمفيدة للعراق التي نحن بحاجة إليها الآن، كل عمل وكل مجهود مهما كان مثمرا لابد أن تكون هنالك معوقات وصعوبات تواجه العمل. ما هي أبرز المعوقات التي تواجه عمل وزارة الثقافة بصورة عامة، وبصورة خاصة أبرز المعوقات التي تواجه عمل دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة وأنت مديرها؟ طبعا بشكل رئيسي عندنا الموضوع الأمني. نعم، يعني الثقافة تحتاج إلى فعلا إلى جو أمني مريح حتى تستطيع من خلالها أن تنجح فعالياتك الثقافية، وهذا الموضوع نعاني من عنده خصوصا في دائرة العلاقات في مجال توجيه الدعوات لمثقفين عرب وأجانب وحتى مثقفين عراقيين مقيمين في الخارج، يعني الموضوع يلقي بظلالة في الحقيقة، كما هو يلقي بظلالة على كثير من المشاريع الوزارات الأخرى والمؤسسات الأخرى. هذا من جانب. من جانب ثاني القوانين والتعليمات النافذة تحتاج إلى تغيير. بعض من عدها يحتاج إلى تغيير راديكالي، يعني أنه تلغيها تماما. يعني وإحنا فعلا يعني فعليا ألغينا بعض القوانين، يعني مثل قانون المطبوعات مثلا لعام 67، هذا إذا نفذ هو ما زال نافذ، هذا إذا نفذ لا كتاب يدخل لا كذا، إلا يكون يمدح حزب البعث وإلا يكون كما تعلم بها فروض كانت تعسفية. نحتاج إلى قوانين بديلة. الآن الكتاب لا توجد آلية لتنظيم دخوله وإخراجه مثلا، نستل بعض مفاهيم الدستور ونصدر تعليمات ليست لها قوة القانون. في مجال تنفيذ المشاريع الاستثمارية التعليمات النافذة مو بس عند الوزارة، في وزارات أخرى أيضا هي عائق كبير جدا، لأن فيها روتين كبير وفيها جملة اشتراطات تزعج في الحقيقة الكوادر التنفيذية في الوزارة، وتزعج حتى الشركات الاستثمارية التي تريد أن تأتي، الأجنبية منها على وجه التحديد وحتى العراقية التي تريد أن تبني أو تنفذ هذه المشاريع. هذه أيضا يعني عائق. العائق الثالث هو عائق الخوف، الخوف الوظيفي، خوف الوظيفي. يعني الموظفون الآن بعد أن مجلس النواب سلب صلاحية منحهم الحصانة من قبل رئيسهم الأعلى الوزير أو المحافظ، الآن صاروا بدون غطاء. بمعنى أن أي موظف بالذات المهندسين وموظفي قسم العقود والاستثمار وموظفي القسم القانوني، هاي الأقسام ذات الابتلاء الوظيفي خلينا نسميها، هذا إذا أخطأ خطأ معين
راح يحاسب وقد يحاكم نعم يعني. وقد في بعض الأحيان هذا الخطأ يكون ناجم من قلة في المعرفة مثلا، من نعم بغير قصد على أها سبيل المثال. فالآن الغطاء مكشوف وغير محمي، نعم بالنتيجة هو لا يقبل على اتخاذ قرارات ولا يوقع على بعض الأمور من باب إن عافيتك هي أوسع لي، يقول لك أنا أعوف هذه طيب طيب أستاذ عقيل، مع كل هذه أي الصعوبات وفي نفس الوقت الإنجازات المتحققة على أرض الواقع، ما هي نظرتك المستقبلية لواقع الثقافة في العراق؟ هل أنت متفائل؟ والله نظرة متفائلة جدا. ليش؟ إن شاء الله. لأنه المثقفين في العراق الحمد لله والشكر نشيطون على امتداد التاريخ، يعني مروا بحقبة زمنية مظلمة في عهد النظام المباد، نعم ورغم ذلك أنتجوا فكرا ومعرفة، وأينما ذهبوا خارج العراق كانوا في الحقيقة مشاعل نور ومعرفة. الآن كثر من الأطباء والمهندسين والقانونيين العراقيين وكل الاختصاصات الثقافية العراقية والعلمية الآن هي تشارك في بناء دول كبرى ومتقدمة جدا، وهنالك أمثلة كثيرة ربما لا يتسع المقام لذكرها عن مثقفين وعلماء عراقيين أنجزوا مشاريع كبرى في دول متقدمة. بالنتيجة الثقافة العراقية بخير رغم ما تعرضت له، وأعتقد هي مسألة وقت، مخاض تاريخي ينبغي أن يمر به العراق حتى تنتعش الثقافة العراقية من جديد إن شاء الله. في ختام هذا اللقاء كلمة أخيرة بحق قناة الإشراق نعم الفضائية. والله أنا هذا حلم كلنا كنا ننتظره، يعني أنا مرة فضائية نوروز اتصلوا بي وبشرتهم بهذا الموضوع قبل سنة، قلت لهم هنالك فضائية خاصة راح تكون للكرد الفيليين، أعتقد هذا جزء كبير من تحقيق الذات الفيلية من جديد، وسوف يمنحهم الثقة بأنفسهم أكثر كمكون، وأعتقد راح يحفزهم كثيرا على الصعيد السياسي نعم والاقتصادي والاجتماعي والثقافي إلى أن يرجعوا من جديد كأمة من الأمم العراقية التي تعيش في العراق، وتؤهلهم للعب دور كبير جدا إذا مو بالسياسة على الأقل إن بالاقتصاد، شاء يعني الله ثلاثة أربع الشورجة إلهم. إن شاء الله. فنتمنى فعلا أن هذه القناة تستطيع أن تكون محفزا كبيرا لهذا المكون، أن لكي ينهض من جديد وينفض عنه كل غبار الحقبة الدكتاتورية السابقة. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ عقيل المندلاوي مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة نعم. العراقية، شكرا لك أستاذ. شكرا لكم، شكرا جزيلا. وأنتم أيضا أعزائي المشاهدين شكرا لكم، انتظرونا مع علم آخر من أعلام الكرد الفيليين وهم سائرون في بناء الركب الحضاري والإنساني لعراقنا الحبيب. إلى اللقاء.